وبحب اقول للناس كل شخص لبناني عم بفكر
انه ما مش عاجبني لا لدي بدي فيلا برا، انا بقول خلينا نحن نعمل مستقبل احلى لبنان. يعني عم غني ب 18 لغه، ب 17 لغه، ب 20 30 الف لغه، خلي العالم كلهم يعرفوا ان اللبنانيه بيقدروا يبدعوا بشيء مش اللبنانيه اخترعوه بس كمان بيقدروا يبدعوا فيه. بس بدي اقول انا رح ضلني عايشه بلبنان، بطلع بسافر برا بغني للعالم بفرجي صوره لبنان الحلوه، بس دايما رح